استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر آل صخير معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وعددا من المسؤولين بالمنظمة، حيث تشرف رئيس المنظمة بمنح جلالة الملك المفدى قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة، وهي أعلى وسام يتم منحه لملوك وأمراء ورؤساء الدول تقديرا لدعم جلالته حفظه الله المتميز للمنظمة العربية للسياحة، الذي بموجبه بلا شك تحقق ولله الحمد تحققت إنجازات تخدم صناعة السياحة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. ورحب صاحب الجلالة برئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق، وأعرب عن شكره وتقديره على هذا الوسام الذي يمثل أيضا تقديرا لمملكة البحرين وجهودها المستمرة لتعزيز القطاع السياحي وتطوره باعتباره رافدا مهما في دعم الاقتصاد الوطني. منوها جلالته بما تتمتع به البحرين من مقومات حضارية وتراثية وسياحية جعلتها وجهة متميزة على خارطة السياحة العالمية. وأشاد جلالته بالتعاون الوثيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكدا جلالته أن هناك مشاريع مهمة في مجال السياحة سوف تنجزها البحرين بالتعاون مع المنظمة، مشيرا جلالة الملك المفدى ما يتمتع به المواطن العربي من مقومات سياحية، بل ما يتمتع به الوطن العربي من مقومات سياحية وطبيعية وآثار تاريخية يشهد على التاريخ العريق للوطن العربي، ما يجعل هذه المقومات مقصدا سياحيا. كما أثنى جلالته على الإنجازات التي حققتها المنظمة العربية للسياحة والدور المهم الذي تطلع به في تطوير العمل العربي المشترك في مجال السياحة، متمنيا لرئيس المنظمة والقائمين عليها دوام التوفيق في جهودهم لخدمة السياحة العربية. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة قرر منح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين قلادة السياحة من الطبقة الممتازة، تقديرا وعرفانا لدعم جلالته للسياحة في مملكة البحرين ونيل المنامة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2013، ولدعم جلالته أهداف وخطط المنظمة منذ تأسيسها من خلال التعاون المشترك مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، صدر في جدة في 23 شهر 2 سنة 2018. شكرا. ومن جانبه أعرب رئيس المنظمة العربية للسياحة عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على دعم وتنمية أوجه التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة في قطاع السياحة، مشيدا بما تشهده البحرين من تقدم وازدهار وتطور في عهد جلالة الملك المفدى، مثنيا على الإنجازات السياحية الرائدة التي حققتها البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله وما توفره من بنى تحتية وخدمات ذات جودة عالية للسائح والمستثمر في قطاع السياحة.